بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقن منه جديدا، وموزع الأوصال أبو علي، وموزع الأوصال ألزم حسنه شمل الكمال، فلازم التبديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، يا وتظله شجر القنا حتى أبد. إذا أنت تظلل بالأشجار عن الشمس، الحسين تظلله أشجار القنا والرماح، وتظله شجر القنا حتى أبد. رسالة هاجرة إليه بريدا، وثواكل تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، نحت فلم تر مثلهن نوائحا، نحيت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليث مثل فقيدهن فقيدا، يا عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن
زفراتها تدع الرياض هم يودا إن تنعى أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الريال جبال الميدا ناديت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريد إنسان عيني يا حسين إنسان عيني يا حسين أخي إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني يا المنضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد جاء في الخبر المشهور والمعتبر عند المشهور ما قاله الإمام الرضا للريان بن شبيب قال إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهكوا ثقله فلا غفر الله ذلك لهم أبدا صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخبر عند مشهور المحدثين من الإمامية معتبر وهو مشهور أيضا في التناقل والذي يبدأ فيه الإمام الرضا عليه السلام بقوله للريان بن شبيب وهو أحد أصحابه
يا ابن شبيب أصائم أنت في هذا اليوم؟ ثم بدأ يفصل له ما ينبغي أن يكون حال الإنسان المؤمن الموالي في أيام محرم الحرام. من خلاله سننطلق في الحديث حول هذا الشهر وهو المحرم، وما هي حرمته، وكيف كانت برامج المعصومين عليهم السلام بعد مقتل الحسين هذا الشهر المعظم، حتى نقتدي بما يمكننا الاقتداء به من برامجهم. المحرم، وهذا اسمه معرف بأل، كبعض الشهور أصل وضعها غير معرفة، مثل رجب لا تقول الرجب أو الصفر، ولكن محرم في أصل وضعه اللغوي معرف بأل، المحرم، شهر المحرم، ولكن درج عند الناس بدون هذه ال التعريف. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه، فيأتي بأل التعريف له كما هي القاعدة عند أهل اللغة العربية في هذا اللفظ. المحرم الآن عند المسلمين هو أول شهور السنة الهجرية، وأصل كونه كذلك كان في زمان متأخر، فإنه من السابق كان في زمان نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان هناك 4 أشهر يحرم فيها القتال والاعتداء. طبعا الاعتداء بشكل عام حرام، ولكن القتال في هذه الأشهر على أي حال هو محرم، حتى لو كان إنسان يطلب حقا لا يجوز له أن يقاتل في هذا الشهر. وهذا من السنن الإبراهيمية التي بقيت عند المسلمين وأمضاها الشرع المقدس عندنا نحن في الإسلام، بل حتى في اليهودية أيضا والمسيحية يقولون هناك بعض السنن سنها نبي الله إبراهيم، وجاء الأنبياء من بعده فأمضوها. الحج عندنا كثير منه هو مما كان في زمان نبي الله إبراهيم، وجاء الإسلام فأمضى ذلك. بل حتى في التنظيم الاجتماعي مما سنه عبد المطلب جد النبي محمد، وأكد عليه كالطواف بالبيت 7 أشواط، وأن دية الإنسان 1000 دينار وما شابه ذلك، وكذا من الإبل. هذا من سنن عبد المطلب التي ألزم الناس في زمانه بها، وأصولها ترجع إلى ديانة إبراهيم. روايات أهل البيت عليهم السلام تقول 10 أحكام، 10 سنن في التنظيم الاجتماعي، وبعضها عبادي أو يرتبط بالعبادة، أقرها عبد المطلب جد رسول الله في قريش والعرب، وثبتت عندهم، وجاء الإسلام وأمضاها أيضا. الآن ليس حديثنا فيها، هذه أصولها من نبي الله إبراهيم. من جملة ذلك أيضا أن هناك 4 أشهر
ثلاثة منها متوالية وواحد منها منفرد، هذا يحرم فيه القتال. ذو القعدة، ذو الحجة محرم، هذه أشهر متتالية، ثم رجب وهو منفصل عنها، وقد ذكرها القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من في كتاب الله، منها يوم خلق الخلق، منها أربعة حرم، أربعة أشهر هي محرمة في هذه الأشهر، المحرم واحد منها. وواضح أن فلسفة وضعه أن يتوقف القتال، لأنه في تلك الأزمنة كان الناس في حالة قتال مستمر، هذا يريد أن يسيطر على أموال ذاك، وهذا يريد أن يخضع هذا، وهذا يريد أن ينتقم لما فعل بآبائه، وهكذا. فجاء التشريع الديني لكي يجعل فترة يتوقف فيها القتال بحكم الفرض الديني والفرض الاجتماعي أيضا. محرم كان، شهر المحرم كان واحدا منها. لما جاء الإسلام طبيعي أمضى مثل هذه السنة التي سنها نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وصار شهر المحرم أول السنة الهجرية. هناك خلط أريد أوضحه: قسم من الكتاب يقولون إن مثلا التاريخ الهجري واعتماد هجرة النبي بداية التاريخ الإسلامي كان من فعل الخليفة الثاني، وهذا غير صحيح على ما هو التحقيق. التحقيق أن هناك شيئين: أصل استخدام الناس هجرة النبي كتأريخ بالسنوات اللي نسميه الآن التاريخ الهجري 1445 اللي احنا فيها، هذا التأريخ بالسنة، سنة تدور وأخرى تتلوها وهكذا، هاي البداية مالتها كانت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي كان يستخدم ذلك كما ثبت بكتابته عدد من الكتب زمان حياته، بل حتى في زمان الخليفة الأول وشطرا من خلافة الخليفة الثاني. أصل التاريخ الهجري واعتماد هجرة النبي مبدأ للتاريخ بين المسلمين، هذا كان موجود من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أي شهر نبدأ فيه السنة حتى نعد دورها سنة كاملة؟ هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في شهر ربيع الأول، لما وصل إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول، فيما بعد في زمان الخليفة الثاني لبعض الجهات صار اعتماد أن محرم يكون رأس السنة الهجرية، يعني نبدأ من أي شهر ويدور علينا 12 شهر حتى تنتهي تلك السنة وتبدأ سنة جديدة. بعضهم قال أن الخليفة تشاور مع أصحاب، بعضهم قال أشار عليه علي، بعضهم قال أشار عليه غيره. المهم النتيجة أنه في سنة 17 هجرية، الخليفة الثاني بدأ خلافته سنة 13، يعني 4 سنوات تقريبا بعد ذلك، في سنة 17 هجرية اعتمد شهر المحرم على أنه أول ومبدأ السنة الهجرية. فإذا بدأنا بمحرم ودار علينا محرم صارت سنة وانتهت. هذا بالنسبة إلى وضع المحرم في تاريخ الإسلام.
بقي بطبيعة الحال محرم محتفظا بحرمته ووقف القتال فيه. ولذلك في صفين مثلا يذكرون هذا بالصراحة، وإن كان قبل أيضا موجود، ولكن هذا بتصريحهم في صفين، حيث أن صفين بدأت القتال فيها في شهر صفر سنة 37 هجرية، وما كانت يوم ولا يومين ولا ثلاثة، استمرت ما انتهت صفين إلا في شهر رمضان السنة الثانية من صفر 37 هجرية إلى رمضان 38، يعني حدود سنة ونصف استمرت. طبعا مو دائما في حالة قتال، وإنما كانت تصير هدنة وقتال وانصراف وهكذا فترات متقطعة، وكان مما حجز بين الفريقين فترة شهر محرم. محرم عندما جاء موسى بدأوا في صفار وصلوا إلى محرم فيما بعد، عندما دارت السنة توقف القتال هنا لحرمة هذا الشهر. طيب، ربما في بعض الحالات يتوقف القتال لأسباب أخرى، ولكن فيما مر شهر المحرم توقف القتال على أثر ذلك، فاحتفظ شهر المحرم بحرمته عند المسلمين، لا سيما وقد ذكره القرآن الكريم، ذكر الأشهر الحرم الأربعة، ومنها كما هو معروف شهر محرم. هذا المعنى اللي الإمام الرضا عليه السلام يستغرب من هذه الأمة، يقول هاي الأمة لا هي حفظت حرمة شهرها ولا حفظت حرمة نبيها، ففي هذا الشهر المحرم قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هناك أكثر من دافع كان ينبغي لهذه الأمة ألا ترتكب هذه الجريمة تجاه الحسين عليه السلام، واحد منها حرمة الشهر، حتى لو كانوا اثنين بغاة، حتى لو كانوا ما يرتبطون برسول الله برابطة أصلا، محرم شهر محرم يقول لهم أوقفوا القتال لأن الأشهر الحرم لا يصح فيها القتال. فلا هي حفظت حرمة الشهر، فهي بهذا أسوأ من الجاهليين. جاهليون على كل جهالاتهم وانحرافاتهم ومصائبهم كانوا يحترمون في الغالب هذا الشهر المحرم. نعم، كان بعضهم من الرؤساء، وهذه طريقة عند بعضهم، كانوا يصنعون نسيئا تأخيرا، قررنا هذه السنة، يقول لك أن شهر محرم مو هذا، بعد شهرين حتى نواصل نكمل شغلنا ونقضي على هذا الخصم مالنا ونستمر في القتال. طيب، وهذا اعتبره القرآن الكريم زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. ليش؟ لأن هذول الكفار ماذا يصنعون؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما على أثر أهوائهم وشهواتهم، يريد يتغلب على صاحبه، صار باكر محرم لازم يوقف، الآن ما هو يريد يسترسل في عدوانه، ما يريد شيء يوقف منه، يقوم زعيمهم يقول أنا قررت أن هذا الشهر المحرم أجلناه إلى شهرين بعد هذه المدة، وهذا أمر على خلاف التشريع وعلى خلاف المواثيق الاجتماعية واتباع للشهوات. الإمام الرضا عليه السلام يقول هذه الجاهلية اللي الاتجاه العام فيها كان يحترم حرمة المحرم ولا يقاتل فيها، انتصرتوا يا من قتل الحسين أسوأ من أولئك الجاهليين
حيث أنكم لم تحترموا حرمة المحرم وقد كانوا يحترمونها، وأيضا ما حفظتم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله في صبطه وابن بنته، فما حفظت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله، فعدوا على ذريته وقتلوهم وسلبوا نساءه وهجروهم، وكما سيأتي بعد قليل. من هنا كان أئمة الهدى عليهم السلام يستعدون بعد الحسين عليه السلام، بعد شهادة الحسين كانوا يستعدون استعدادا خاصا في قضية المحرم واستقبال المحرم. والأحاديث هنا كثيرة جدا، نشير إلى بعضها كعناوين من أجل أن نقتدي بأئمة الهدى سلام الله عليهم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. سنلاحظ أن أكثر الروايات واردة عن الإمامين الصادق والرضا عليهما السلام، وهذا واضح. الإمام الصادق سلام الله عليه صار أولا فترة إمامته كانت فترة طويلة جدا، قريب 34 سنة، وعاصر فترات مختلفة، فاستفاد من طول فترة إمامته في تبليغ الأحاديث والروايات وعلوم آبائه. والإمام الرضا عليه السلام أيضا كانت فترة إمامته طويلة من جهة، وكان وضعه العام وضعا مريحا، لم يكن مثلا مثل أبيه الكاظم سجين مثلا في فترات غير قليلة، لم يكن في مثل جده الباقر اللي شهد جماعة من بني أمية من حكامهم كانوا عتاة وطغاة وأشداء. فهذان الإمامان عليهما السلام استفادا من هذه الفرص في بيان هذه الأمور، ومن جملتها ما كانوا يصنعونه في استقبال شهر محرم. أول عنوان أن الأئمة عليهم السلام كانوا إذا جاء شهر محرم جلسوا فيه جلسة الكئيب الحزين، بل إن بعضهم لم يرى ضاحكا في شهر محرم، مو وقت الماتم، مو وقت العزاء والموكب، لا، طول الشهر لا يرى ضاحكا، وإنما يكون في تلك الأيام في صورة من الكآبة والحزن يلاحظها من يدخل عليه. الإمام الكاظم كان هكذا كما يروي عنه الإمام الرضا عليه السلام، يقول كان أبي، الرضا يتحدث عن أبيه الكاظم، كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا، أصلا مين شاف ضاحك، وكانت الكآبة تغلب عليه، فإذا صار يوم العاشر فذلك يوم حزنه وبكائه، حسب التعبير يعلن حالة البكاء والحزن، مو فقط الكآبة تغلب عليه، هذا في الأيام الأولى من محرم، أما يوم عاشر فشيء آخر. وهكذا نفس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد في الرواية اللي ينشد فيها دعبل الخزاعي قصيدته مدارس آيات، قل دخلت على أبي الحسن الرضا فوجدته فرأيته جالسا جلسة الكئيب الحزين. هذا يعلمنا أيها الإخوة أنه لا يصير أيام محرم الإنسان يضحك بقهقهة عالية وما أدري
بما لا يتناسب مع أجواء هذا الموسم. إلاحظ أن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يجلسون جلسة الكئيب، فقال لي دعبل يقول عن الإمام الرضا، قال لي: إن هذه الأيام أيام حزن وبكاء علينا أهل البيت، وأيام سرور عند أعدائنا من بني أمية. أنت تقدر تنتمي إلى أحد الفريقين، تصير عندك ما أدري أفراح وما أدري كذا سرور، فأنت تنتمي إلى من يسرون بهذا اليوم، وإذا كنت لا في الطرف الآخر تغلب عليك الكآبة والحزن، تستشعر المصيبة، فأنت في صف أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد من الأمور، أنهم كانوا يستقبلون شهر محرم بالكآبة والحزن. كذلك ورد أنه كانوا يستقبلون اليوم الأول من شهر محرم بالصوم، ولعل الصوم هنا بما يذكر فيه بالعطش والجوع، ومقتضى المناسبة أن الإنسان يتذكر عطش الحسين عليه السلام، لذلك ربما استحب له أن يصوم. بل ورد في الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام أنه يقول: هذا اليوم صامه زكريا وسأل ربه، يستحب لطلب الأولاد، هذا حسب ما ورد في هذه الروايات، طلب من ربه فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فصام هذا اليوم واستجيب له دعاءه فوهب له يحيى بعد 9 أشهر أو بعد 6 أشهر. فهذا من الأيام التي يستحب فيها الصوم، وأن يستقبل أول يوم من أيام الشهر المحرم بالصوم، ويرجى فيه الاستجابة في من يطلب الأولاد. نسأل الله أن يرزق كل من يطلب الأولاد ذرية صالحة، إنه على كل شيء قدير. في نفس الوقت اللي يستحب فيه أول يوم الصوم، يكره عندنا في مذهب أهل البيت كراهة شديدة صوم يوم العاشر بتبييت النية من الليل، لأن ذلك قد يفسر بأنه فرح لما صنع بنو أمية. بنو أمية، وهذا تحدثنا في سنوات ماضية عن صوم عاشوراء، وكيف أن بني أمية والاتجاه الأموي أرادوا أن ينسوا الناس مأساة الحسين عليه السلام، فابتدعوا حكايات أن هذا اليوم هو اليوم الذي نصر الله فيه موسى بن عمران على فرعون، فنحن نصومه لله شكرا ونتوسع في العطاء، مثل العيد يعني، هذا اللي يشير إليه، تشير إليه الزيارة: اللهم إن هذا يوم شنو تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. فجعلوا الصوم بعنوان أنه عيد شكرا لله، لأن فرعون قد انهزم على يد موسى بن عمران. عجيب، من متى أنتم تدورون على بني إسرائيل وتفرحون لفرحهم، وإلى جانبكم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقتل في ذلك اليوم، ويوم حزن لآل محمد لذكرهم الشرف والصلوات. فأنت تروح تدور رضا بني إسرائيل
وتترك رضا محمد وآل محمد وتفرح هناك زعماً، مع أنه هذا ليس ثابتاً من الناحية التاريخية، وهذا إلى بحثه الخاص. وهذا بالوجدان في يوم عاشر قتل الحسين وفصل رأسه ورد صدره وظهره وسبيت نساؤه، كل هالمصائب هذه كلها لا تستحق منك كآبة ولا حزنا ولا ذكرى. تروح تدور 4000 و5000 سنة في بطن التاريخ عن قضية غير معلومة وغير صحيحة في موضوع انتصار موسى على فرعون. فلا يستطيع الإنسان أن يصوم عاشوراء بتبييت النية من الليل وأن يكمله إلى آخر النهار. نعم، من باب المواساة عندنا الروايات والفتاوى على أن الإنسان يستحب له أن يمسك من الصباح إلى ما بعد الظهر. هل وقت هذا لا يأكل شيئاً لا يشرب شيئاً؟ مو بعنوان الصوم، لأنه ينساق الصوم إلى تأييد بني أمية، حتى ورد في الخبر أن أحدهم سأل الإمام عليه السلام قال من صام في يوم عاشوراء تبركاً به كان نصيبه كنصيب ابن مرجانة وآل زياد، نصيبه من الثواب نفس نصيب أولئك. فهذا أيضا من الأمور التي كانوا يستقبلون فيها ويحثون فيها شيعتهم على استقبال هذا الشهر في أيامه الأولى. من ذلك أيضا أنهم كانوا يعقدون المجالس لذكر قضية الحسين عليه السلام. الحمد لله شيعة أهل البيت في كل مناطق الدنيا يقتدون بأئمتهم في هذا الجانب، فيعقدون المجالس الكبيرة في كل بلدة وقرية وتجمع في داخل البلاد الإسلامية في خارج البلاد الإسلامية. جزاهم الله وجزاكم الله خير الجزاء وحشركم مع محمد وآل محمد. شوفوا مثلا نفس هذا الحديث الذي ذكرناه عن الإمام الرضا، هذا حديث طويل فيه إشارات إلى الحادثة حتى تبقى مسجلة ومدونة. ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ يقول يا ابن شبيب لقد حدثني أبي، يعني الكاظم، عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر أنه لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمرا. هذا أمر إحنا ما شهدناه، ولكن لما رواه إمام عن إمام عن إمام شاهد عيان وهو الإمام الباقر عليه السلام، كان في كربلاء وكان صغير السن وهو إمام معصوم، والرواية تنتهي إليه أنه لما قتل الحسين هكذا حدث. يا ابن شبيب يقول إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. ليش سيدي؟ قال فإنه ذبح كما يذبح الكبش، ذبح غير قتل، ذبح غير قتل. القتل من الممكن أن يرمى بسهم ويموت، من الممكن أن يضرب بسيف وينزف حتى يموت. الذبح مو هكذا، خصوصا تشبيه كما ذبح الكبش، يعني يجيب هذا الواحد وهو حي ويبدأون يحزون نحره حتى يذبح. الإمام عليه السلام يريد أكد على هذا المعنى، ولذلك يقول ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه 17. هناك قتل، العباس قتل، حبيب بن مظاهر قتل،
علي الأكبر قتل، لكن الذي ذبح هو الإمام الحسين عليه السلام. فالأئمة عليهم السلام كانوا في هذه الأيام يجلسون ويستوصفون ويصفون الواقعة ويتحدثون فيها، يتكلم أنه سبيت نساؤه، هتكت حرمته، أحرقت خيامه، حتى لا يجي مؤرخون فيما بعد في آخر الزمان ويقال لا هذا كله من كلام الشيعة ومبالغات وما أدري كذا. لا، هؤلاء أئمة، عندنا أئمة، على الأقل عندكم رواة صادقون. الإمام الرضا عليه السلام قد لا يقبل إمامته بالمعنى الذي يعرفه الشيعة سائر المسلمين، ولكن يقبلونه عالما، يقبلونه راويا صادقا وقد روى كل هذه الأمور. فالأئمة عليهم السلام كانوا يستقبلون هذا الشهر بالذات الأيام العشرة الأولى بمجالس يصفون فيها ما جرى في كربلاء على الحسين وعلى أهل بيته، وكانوا يستنشدون الشعراء. شاعر ليمر هذا الموسم عليك وأنت ما عندك قصيدة في الحسين عليه السلام، رافي ليمر هذا الموسم وأنت لم ترث الحسين، رادود كذلك. كان بعض علمائنا الكبار مراجع التقليد، مع أنهم ليسوا خطباء بالمعنى المتعارف، لكن مع ذلك كانوا على الأقل في يوم عاشوراء إما يقرؤون كل المقتل أو جزء من المقتل. ليش؟ حتى يحشر في ضمن من رث الحسين وذكر الحسين سلام الله عليه. الأئمة يشجعون على هذا الأمر. يدخل جماعة، كما ينقل ذلك بعض الرواة، يقول دخلنا على أبي عبد الله في المدينة، يظهر من أجواء الرواية بعد الحج، يقول إحنا جماعة من الكوفيين دخلنا على أبي عبد الله في المدينة. عادة كان هكذا يتصير، الناس يذهبون إلى الحج ثم بعد الحج يذهبون إلى زيارة رسول الله في المدينة. هذه تطول هالفترة إلى أن أحيانا يصير قد دخل شهر محرم إلى أن يطلعوا مثلا من مكة يوم 14 أو 15 أو بعدها، يوصلون هناك يقيمون أياما، يدخل عليهم شهر محرم. فيقول دخلنا على الإمام الصادق عليه السلام، فسأل جعفر بن عفان وكان شاعرا وهو شاعر مجيد في الرثاء، قال له الإمام الصادق عليه السلام بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. فقال بلى سيدي، يعني أنا أنظم شعرا في الحسين. قال فأنشدني. قلت أجواء الزمان تفيد أنه أيام محرم، فبدأ ينشده والإمام يبكي سلام الله عليه، إلى أن خلص من قصيدته قال زدني، فأنشده قصيدة أخرى. فقام الإمام عليه السلام وأماط سترا بينه وبين حرمه ودعاهن لكي يستمعوا إليه. يعني النساء أيضا خلاهم يجون يستمعون هذه الأشعار مع وجود ساتر وحاجز بينهما. فكلما أنهى قصيدة قال زدني، والإمام عليه السلام يبكي. ثم الإمام عليه السلام بدأ يقول له ثواب من بكى أو أبكى أو قال شعرا فأبكى وأن له الجنة. فكأنما جعفر استعظم هذا الأمر، شاف شيء كثير، فقال له تظن أننا شهدنا قصائدك وسمعناها، بس احنا يعني تتصور هالجماعة؟
لقد شهد مجلسك ملائكة الله المقربون ولقد بكوا أكثر مما بكينا. الملائكة اللي يعرفون حجم المصيبة وينظرون إلى ما حدث هذولا بكوا أكثر مما نبكي، ولعل جانبهم العاطفي أيضا وصفاء ذواتهم يجعلهم كذلك، فهم يبكون أكثر مما نبكي نحن. فكان يستنشد الشعراء، يستنشد الراثين، يستنشد المنشدين، الخطباء، حتى يكون هذا الشعار وهذه المصيبة وهذه القضية حية في النفوس. خل أقرأ لك وأختصر بعد المقال، لم يبقى وقت طويل، ما قاله الإمام الرضا للريان بن شبيب. هذا أمر كلنا إن شاء الله نستطيعه. يقول: يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. تقدر تروح إلى الحسين، اذهب لزيارته. ما صار لك تروح بعد صلاتك في أوقاتك المختلفة، أشر إلى الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن سرك أن تلقى الله وليس لك ذنب فزر الحسين عليه السلام. بين قوسين احنا وضحنا وقد نوضح أيضا ماذا يعني أن يترتب ثواب عظيم جدا على أمور في ظاهرها بسيطة. هذه إلها جواب تفصيلي ذكرناه احنا في سنوات ماضية، وإذا صار أيضا فرصة لاحقة إن شاء الله هم نشير إليه إشارة. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية مع النبي فلعن قتلة الحسين. مع النبي تريد في درجاته العاليات، ليكن لك براءة ولعن لمن قتل الحسين عليه السلام، لأنه بقتل الحسين في الواقع قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. بقتله للحسين قتل الدين، قتل الإسلام، فأنت تظهر براءتك منه، أنت تلعنه على فعله، حتى أيضا غيره لا يفكر أن يرتكب جريمة في حق الرسالة وأبنائها، لأنه ستلاحقه لعنة التاريخ دائما. إن سرك أن تسكن الغرف المبنية مع الحسين فلعن قتلة الحسين. إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا، إن سرك أن يكون لك من الثواب ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام. كل واحد منا يتمنى ذلك. فقل: متى ذكرت الحسين، يا ليتني كنت فقل يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك ما لمثلي من استشهد مع الحسين، فقل متى ذكرته، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يا هذا مو انت اللي تقوله، إمام زمانك
الإمام المهدي يتمنى أن يكون مع الحسين ويتأسف ليش أنا ما صرت معك أبا عبد الله، فلئن أخرتني عنك الدهور، زيارة الناحية تقرؤونها، فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. يعني الدهور أخرتني، قدر الله أخرني عن ذلك الزمان، إذن ماذا أصنع؟ نصنع ما يقوله الإمام، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يستاهل أبو علي، ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ثم يبدأ الإمام في هذه الزيارة بوصف ما جرى على الحسين، يعني هو بناء على كون الزيارة له هو يصير خطيبنا، هو يصير المنشد، هو يصير الملة. يقول: وهويت إلى الأرض صريعا يا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغايات ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك. وحسين تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، حتى الحيوانات بكت على مصاب الحسين. يقول إمامنا الباقر: كان الفرس يصهل ويقول: الظليمة الظليمة. الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما يا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات. أوائل حس جواد حسين يصهل حي خونا وجيته، حس جواد حسين يصهل حي خونا وجيته، قومي يسكن اطلعي له بغير مهلة وانظريه كان متغير صهيله، اش صار ما ندري عليه، أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بيه،
يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادت طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا. تفضلوا.